مساء الخير على متابعينا في كل مكان، متابعين تلجراف مصر. معاكم آلاء محمود من محافظة الإسكندرية، وأهلا بيكم في لايف جديد. بنتابع مع حضراتكم دلوقتي آثار انهيار العقار بمحافظة الإسكندرية، بمنطقة حي غرب، بمنطقة الورديان. احنا معانا دلوقتي محمد. محمد صور فيديو للعقار اثناء انهياره، هيحكي لنا التفاصيل وهيقول لنا ازاي صوره. عامل ايه؟ كلمنا. انا دلوقتي اقرب ده هنا، اسمي محمد. انا دلوقتي واقفين على الإمام عادي، كنا عشان نصلي صلاة الجمعة وكده، راح مرة واحدة لقينا ايه تعتقة، فاهم؟ رحنا عشان نبصه، فاهم، على البيت، فاهم. لقينا مرة واحدة كنت طالع انقذ الناس وكده، فاهم. راح لقينا مرة واحدة البيت وقع ايه زي كده. يعني انت حسيت بحاجة هي اللي هتوقع؟ ايوه، حسيت بحاجة اللي هتوقع البيت. عقبال ما كنت ايه جاي بقى اللي حسيت؟ تعتقة تك تك، فاهم انت اللي هو ايه. عقبال ما رحت عشان اشوف الشغلة وكده، فما عشان انقذ الناس، وكان معايا ناس كلها خافت تكل. عقبال ما رحت عند البيت ركعت كاري تاني، صورت كده. انا اللي مصور الفيديو، انا حمو الليبو. اوريكم الفيديو زي ما انتم شايفين كده يا جدعان، اهلنا وحبايبنا، فاهم. وبقى يعني مش عارف اقول ايه. يعني دي لحظة انهيار عقار الورديان هنا في محافظة اسكندرية. يعني ورينا البيت وهو سليم ده قبل ما يقع. بص الشرخ ده، الشرخ ورونا تاني، ورونا الشرخ تاني. وده بعد ما وقع بالظبط. اهلنا وحبايبنا وناسنا. وبعد ما وقع ده، بعد ما وقع بالظبط، ما كانش حد عارف يعمل ايه. ويعني عدولنا تاني كده. مش عارف اقول ايه بجد. يعني انا لما عملت كده جريت عشان الدخان وكده، ورحت صورت ده. لما رجعت تاني صورت ده من على الجنب زي ما انتم شايفين كده. يعني احنا اتدمرنا بجد، مش عشان البيت، عشان اهلنا، عشان مش عارف اقول ايه بصراحه. انا مش عارف. طب قول انت ايه احساسك وانت بتشوف البيت قدامك كده بيقع؟ صوت الناس استغربت اول ما البيت، انا ما اعرفش اللي هو هيقع، انا بحسبه اللي هو عامل شرخ. اول ما وقع كده صوت، فاهم، وجريت، فاهم. يعني انا الصبح سرقت وكده، ويعني مش عارف اقول ايه بصراحه. يعني طب انت ليك قرايب موجودين في البيت؟ انا بتعمت امي، فاهم، في المستشفى ما بين الحياه والموت وكده يعني، واهلي كلهم معاها. ومش قادر اتكلم بصراحه من اللي انا شفته الصبح وكده، وما قدرتش انقذ حد. وكان نفسي ان انا انقذ حد قريب غريب، كان نفسي ان انا انقذه. ويعني كنت موجود ساعه ما الاسعاف جت؟ ايوه كنت موجود، ووسعت لهم سكه وكده. كان عامل ازاي المشهد اللي هو ايه؟ ما كانش حد جاي خالص. انا اتصلت بالاسعاف، الاسعاف فكرتني بهزر، فاهم. رحت اتصلت بالنجده، فكرني بهزر، لحد ما الناس كلها اتجمعت ورنت ايه عليهم، وراحوا جم مره واحده، فاهم. وسعت لهم سكه والتوب انا وزمايلي وكده، ودخلوا. يعني عقبال ما هم جم كانت الناس ماتت. طب المنظر وقتها كانت الناس يعني منظر، كانت وقتها الناس كلها متلميه وسايبين الناس اللي يعني اللي وقعت من البيت كده، ما حدش سال فيهم ولا حد اتكلم معاهم ولا اي حاجه، سايبينهم مرميين. انا الوحيد اللي قعدت اشيل ده واحط ده جنب ده، وعيل صغير يعني طفل بريء، فاهم، الله يرحمه، كان ما بين الحياه والموت، ولسه سامعين اللي هو مات. طفل صغير عنده 9 سنين، يعني طفل برضه. ده في سنه كام؟ كانت سنه ثالثه. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. واهلنا وحبايبنا وكل حاجه، واتدمرنا بجد من ساعه ما الشغله دي حصلت. فاحنا ما كناش متوقعين ان البيت هيقع، متوقعين ان ده شرخ وخلاص، زي ما انتم شفتوا كده حضراتكم سامعين. يعني اللي ده شرخ بس اهو، هنا وهنا، ده الصوت اللي اتعمل بس، مفيش حاجه اتعملت تاني. راح مره واحده اللي هو هيقع، راح مره واحده بصور عادي، راح لقيته مره واحده عمل كده. يعني مش عارف ايه اللي حصل ده. انا مصدوم بجد، مصدوم وزعلان اللي انا ما قدرتش انقذ حد يعني من اهلنا ولا من الناس الغريبه. ومش عارف انت فين. الناس كانت نازله من
ده من بعد ما البيت وقع، بعد ما البيت وقع والدخان راح كده ده. وفي صورة يعني، بصي يعني مش عارف اقول ايه. هاي الصورة دي مش عارف يعني، وانا صورت يعني انا فاهم ومصور، ومش قصدي اللي هو هيقع يعني، انت فاهمة يعني، انت كده بتصور مش عامل حساب، مش عامل حساب اللي هو هيقع، عشان ده بقاله ياما ويعني، والمحل كين ده فاهمة لسه فاتح جديد وكده، ما كناش متوقعين اللي بيت هيقع. كان في البيت عم مصطفى في الدور الثاني، وفي الدور الثالث فاهمة زميلة أمي وكده، وفي الدور الثالث فاهمة الناس اللي ماتت دي اللي في الدور الأخير فاهمة، كانت اللي فوق السطح اللي ملحقتش نزلت ماتت على طول، واحدة ست وعيل صغير وراجل كبير، والتانيين اللي في الدور الثالث راجل ومراته وولادهم وولادهم. يعني أنا مش عارف أقول إيه يعني حضراتكم، و ألف شكر. متابعينا في كل مكان، متابعين تلجراف مصر زي ما شاهدنا وتابعنا مع حضراتكم دلوقتي، وشفنا لحظة انهيار العقار هنا في منطقة الورديان بحي غرب بمحافظة الإسكندرية. تم طبعا انهيار العقار صباح اليوم الجمعة في منطقة الورديان بحي غرب، وطبعا ده تسبب كمان الحادث في تحطم سيارتين، ونتج عنه طبعا 4 قتلى واثنين مصابين. طبعا هم تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم بمستشفى جمال حمادة على الفور. طبعا انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيسة حي غرب اسكندرية، وضباط اسم شرطة مينا البصل، وقوات الحماية المدنية معاهم سيارات الإسعاف لموقع البلاغ. طبعا زي ما احنا شايفين كده ان دلوقتي بيتم هدم آثار الانهيار. طبعا يعني الحادث أسفر عن مصرع كل من أحمد فخر الدين وهالة فخر الدين، وتم نقلهم لمشرحة جمال حمادة، وتامر أحمد فخر الدين بمشرحة راس الدين، وعطيات كمال الدين بمشرحة قوم الشؤافة. وفي مصابين آخرين هم روحية أحمد فخر الدين وباسم أحمد فخر الدين، أيضا تم نقلهم لمستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم. طبعا ده عقار رقم 20 شارع السبكي، متفرع من شارع الأسفل بمنطقة الورديان. يعني لحد الآن لسه لم يتم الإعلان هل هناك أشخاص يعني موجودين تحت الأنقاض أو لا، ولكن هم الطابق كان تكون من عدة أدوار، الدور الأرضي، وهنا يعني الدور الأرضي الناس إن هي استطاعت إن هي تخرج بدون إصابات، ولكن الناس اللي كانوا في الدور الأخير هم اللي ما لحقوش ان هم يطلعوا من البيت اثناء انهيار العقار، وهي كانت عيله باكملها. طبعا العيله دي 2 بس منهم مصابين، وباقي افراد الاسره توفاهم الله. طبعا يعني احنا موجودين مع حضراتكم على مدار اليوم، نوفيكم باي اخبار او احداث جديده. تابعينا في كل مكان، تابعين تلجراف مصر. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.